عليك خويا كتسمى بحال الحقره. ما فهمتش يا خويا، والله ما فهمت حاجه في بلادك وما عايش. ما فهمتش، وناس برانيين جاو وعايشين احسن عيشه. ما فهمت والو خويا والو. السلام عليكم ورحمه الله، معكم من بر الحياه المغربيه. هاد الاخت اول حاجه كتبت الشكوى ديالها لله، ثاني حاجه غنوريو للمسؤولين كيفاش كتعيش هاد المراه. هاد المراه شوفوا المحل ديالها، ها هو اي للسقوط، وهاد البانيو اللي دايره هنا كيحبس عليها القطره ديال الشتا، وطاح واحد العود مؤخرا من هاد البلاصه هادي، وهاد البانيو اللي كنشوفو فيه حدانا حتى هو كيهز الماء فيه اخويا، الماء فيه وفيه الماء ديال الشتا. المهم عندنا هو يتنقدوا هاد العائلات هادو قبل ما يريبوا عليهم هاد الديورات. غنوريك اخويا المراح، حتى كنت نشوف اخويا المراح. اي المراح اخويا بوحدة عندك اخويا. هذا هو العود اللي سقط، هذا اخويا هو. امتى اختي طاح هذا؟ طاح اخويا الجمعة اللي كانت فيها اخويا الشتا بكثرة، اييه مع الربعة ونص تاع الصباح، ربعة ونص تاع الصباح. ومني مشيت اخويا عند القيد في المقاطعة سيدي في المقاطعة ديال بوسبير القديم، قال لي دابا نشطفتك المقدم. ما نكذبش عليك، تسنيت ما جاش المقدم، حسيت عاوتاني بحقرة. الغد اللي مشيت، لا يا ربي، اللي وقع داك الشيء الجمعة، مشيت الاثنين قال لي غنصيفط لك المقدم ما جاش. مشيت الثلاث قال لي صافي مسألة ماشي مسألة مقدم، هاكا ما غنكذبش عليه تب اربع كلمه. قال لي ماشي مسالت مقدم، حنايا غادي نديرو غادي نصيفط لك اللجنه. للاسف الشديد ما جاتش اللجنه، اقسم لك بربي ما جات. انا خويا اللي بقى فيا، علاش الانسان تيعطي الكلمه وما تيوفيش بها؟ علاش؟ انت مواطن ومن حقك السكن، لان ثاني حق في الحياه من بعد، ثاني حق في الدنيا من بعد الحياة هو الحق في السكن. خويا انا ميتة وربي صراحة على ما شفنا دابا، اقسم لك بربي تا ميتة. كنهضر معاك اخويا ما كنعش، وليت مريضة مرض نفساني، وليت كنهضر بوحدي، كنبكي بالليل بوحدي، كنهضر مع التصاور ديال امي وبا الله يرحمهم بوحدي. ما تحد ما داير. هاد النداء ديالك اختي لمن كتوجهيه؟ كنوجه اخويا المسؤولين كنوجهو للمسؤولين يشوفوا من حالي. راه ماشي اصعب مني، وراهم بخير دابا وعلى خير، بلا ما نذكر الاسامي، بلا ما من بيت البارتمان. حتى انت من حقك تمشي للبارتمان. من فمك لصدر ربي اخويا، ان شاء الله من فمك الله. انا اخويا ما عايشاش اخويا انا. هذا الكلام راه خطير للمسؤولين. ما عايشاش اخويا. شو حوايجها مسكينه كي دايره؟ ما عايشاش انا اخويا، ما سخيش بحوايجي. شو مسكينه؟ راه الربع عند اختي، الربع ديال الحوايج عند الاخت ديالي ربيعه العياض، الربع ديال الحوايج ديالي وما سخيش. وبلاصه الفيترينه راه هي قربت تطيح، وفيها معن عويناتك، فيها معن بدون افتخار. كي غنفل واش نهز بتبصر نفرق على الجيران؟ ها اش ندير؟ تصور ما كناكلش، الا فطرت ما نتغداش، والا تغديت ما نتعشاش. شحال عام اختي وانتي ساكنه هنايا؟ خويا صافي لونطو بزاف. انتي من الناس اللي حصاوك بانك غتاخدي ان شاء الله القرار؟ اقسم لك بربي تا محصيه ومعاوده. انا الاخ ديالي راه خايف على وليداتو، راه هز مرتو وليداتو وداهم لدار نسيبتو، دابا مسكينه راه ماتت حتى هي في دار الكرا. اجي اختي باش تورينا الشيء.